بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة ونعرف مع بعض توقعات برج العذراء. اتابع معايا الفيديو وما تنساش تصلي على سيدنا محمد. فنجان برج العذراء، هناك شخص قريب منك حاسد، أصابك عين بدل المرة 3 و4 مرات. هو جنبك ولكنه يشعر بالنقص ويشعر بأنك تمتلك ما لا يستطيع أن يملكه. العين مسيطرة على الراحة والحب والحركة والصحة ووقف الحال. تشعر بالكسل وعدم الراحة سواء في النوم أو فعل الأشياء أو تعطيل سير العلاقات. صاحب العين قريب منك وهو شخص يهتم بذاته زيادة عن اللازم أو بشكل ملحوظ حتى يكمل نقصه الداخلي، ويحاول أن يكمله ويحاول أن يخفي عيوبه ونقاط ضعفه بأي وسيلة. ردد وقول حسبنا الله ونعم الوكيل كتير، وردد وقول يا منتقم مرتين، وصلى على سيدنا محمد.